بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية، السيد نائب العميد المحترم، أيها الحضور الكريم، الأساتذة الأعزاء، الطلبة الكرام، مرحبا بكم، السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه الجلسة العلمية الجديدة من جلسات الفكر السيني اللساني التي دأب ماستر السيني اللسانيات وتحليل الخطاب على تنظيمها. نستضيف لها سعداء فخورين عالما بارزا من أعلام الفكر اللساني بالعالم العربي، الدكتور الفاضل بن عيسى أزيد. نشكره أولا على تلبية الدعوة، ونشكر كل الذين يسروا لنا تنظيم هذا اللقاء، وعلى رأسهم السيد العميد وفيهم السيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي وكل الطاقم الإداري، كما نتوجه بالشكر إلى الفريق البيداغوجي لماستر السيمي لسانيات وتحليل الخطاب وشعبة اللغة العربية وآدابها ككل. كما نشكركم أيها الحضور الكريم على تلبيتكم الدعوة، وأكيد أنه لا يلبي دعوة عالم أو متعلم إلا كريم. سعداء أيضا بأن يشاركنا افتتاح هذا اللقاء العلمي السيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي الأستاذ الدكتور إدريس محتات، نعطيه الكلمة فليتفضل مشكورا. شكرا دكتور إسماعيل على هذه الكلمة الترحيبية. أنا بودي كذلك باسم السيد عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية وباسمي الشخصي نرحب بالأستاذ الدكتور السي بن عيسى الزيت الذي لدى الدعوة لحضور درس افتتاحي لماستر السيمي اللسانية وتحليل الخطاب، وسيلقي درسا كما هو مسطر في هذا الإعلان لغة البحث العلمي وإشكال المستويات الواصفة. وقبل أن أعطي الكلمة للسيد المنسق، أود أن أشكر الحضور الكريم، طلبة السادة الأساتذة والطلبة المحترمين على تلبية الدعوة لحضور هذا الدرس الافتتاحي. أنا بدوري ماذا سأقول عن الأستاذ أزيت؟ أشكره لأنه واحد من مؤسسي شعبة اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنساني بمكناس، فهو عالم معروف في مجال الدراسات اللسانية بصفة عامة وفي مجال اللسانية التداولية بصفة خاصة. له مجموعة من المؤلفات وشارك في العديد من الملتقيات الدولية الوطنية وكذلك العالمية، وينشط خاصة في السربون في جامعة السربون في فرنسا. ولهذا فنحن نرحب به اليوم في كلية الآداب على أن الشعب اللغة العربية بأجملها ترحب به وتدعو له إن شاء الله التوفيق ومزيدا من الصحة والهناء وطول العمر إن شاء الله، رغم أنه فارقنا أنه ذهب على وحيل على مجال التقاعد، لكن التقاعد في مجال العلم لا يكون، أو أننا لا يمكن أن نتقاعد في مجال العلم، لأن العلم دائما يمكن أن نعطي فيه ويمكن أن نبدع فيه ويمكن أن نشارك، فإن الوظيفة هي التي توقفت أمام مجال العلم فلا زال مستمرا ومفتوحا أمام هذا الرجل الذي لا يكل ولا يتعب في هذا المجال، مجال البحث العلمي. فأرحب به مرة ثانية وأدعو لكم التوفيق وله كذلك في هذا المجال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأستاذ المحترم على هذه الكلمة الطيبة. موضوع لقائنا اليوم كما علمتم لغة البحث العلمي وإشكال المستويات الواصفة، والمحاضر فيه غني عن التعريف، معلم أجيال، عالم بارز في المجال اللساني عامة والمجال الدلالي التداولي بصفة خاصة، وهو مرجع لا غنى عنه لكل باحث عربي في هذا التخصص. للدكتور عيسى أزيد العديد من الكتب والدراسات والأبحاث، شارك وحضر في العديد من الملتقيات العلمية الوطنية والدولية، تميزت أعماله
بالجدة والجودة جمع فيها بين الأصيل والمعاصر، جاب تقوم الدرس اللغوي العربي القديم ومستويات الدرس اللساني الحديث، أسهم في إغناء مكتبة اللسان العربية وأبدع في إثراء الدرس الأكاديمي بالمغرب. ومكسبنا الثمين من هذا كله أن الدكتور حاضر بهذه الكلية لأكثر من 3 عقود، وها هو يجدد الكرم والعطاء ملبيا دعوتنا لافتتاح الموسم الجامعي 2019-2020 لماستر سيم لسانية وتحليل الخطاب. نعطيه الكلمة فليتفضل مشكورا. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحترم، السيد نائب السيد العميد الدكتور إدريس محتات المحترم المكلف بالشؤون الثقافية والبحث العلمي، السيد رئيس ماستر سمي لسانيات وتحليل الخطاب، السادة الأساتذة طاقم هذا الماستر الأجلاء، معشر طلبة الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في مستهل هذا الافتتاح الخالد أن أهنئ صناع هذه السنة الحميدة من القمة إلى القاعدة، صناع هذا اليوم الافتتاحي المفيد الذي له مخزن علمي وآفاق إنتاجية علمية معرفية كبرى. أهنئ السيد الرئيس رئيس الماستر، وأهنئ الإدارة والأساتذة والكلية هذه الكلية المعطاء على هذه السمة الحميدة. أولا أربط الصلة بهذه المناسبة بهذه الكلية التي عشت فيها أزيد من 3 عقود، عقود تتراوح في عطائها وفي معاناتها الفكرية وفي ما عشت فيه مع طلابنا الأوفياء الأعزاء ومع أن تخرجوا على يدينا، وكذلك ما عانيناه في البحث العلمي في القديم والحديث وفي دروبه ومسالمه وفي وضعه الحالي ومستقبله. إذن عندما اخترت هذا الموضوع لغة البحث العلمي كنت أريد أن أرمي إلى ذلك بفكرتين أو موقفين. الموقف الأول إلحاحي ومنهجي، جل المتلقين من الطلبة الأعزاء هم مشرفون الآن أو مهيئون نفسيا ومعرفيا لتقبل
والتعامل مع المعارف والأبحاث العلمية الكبرى. حاضرا ومستقبلا. الهدف الثاني وهو أيضا يرتبط بهذا الهدف الترغيب. يتجلى هذا الهدف الثاني في إعطاء بانوراما أو إطارا عاما للبحث العلمي الذي نسمع قضايا لا في وطننا العزيز ولكن في أوطان أخرى في مجتمعات علمية أخرى في الجامعات ومعاهد البحث ومراكز البحث وما إلى ذلك. والهم الوحيد العالمي الآن هو البحث عن طرق البحث العلمي والاستفادة من البحث العلمي في شتى الميادين التي سنشير إليها. ولكن نترك منهجيا هذا العمل فضفاضا وإنما سنخصص القضايا بالنسبة لتخصصكم الذي هو تخصص اللسان قبل كل شيء في شعبة اللغة العربية المعطاء. ذلك أن هذا الجانب ليس هو الجانب الديداكتيكي وهو جانب إبستيمولوجي منهجي وهو جانب أيضا مصطلحي لأنه سيرد عندكم كثير من المصطلحات التي سوف نشير إليها تعتبر عند البعض جديدة وما تحمله من قضايا المضامين. إذن على بركة الله نفتتح هذا الدرس الابتدائي المفيد. ملخص هذه الدراسة أو تصميم هذه الدراسة يتعلق أولا بالمصطلح والمنهج وبمستوى الدخل ومستوى الخرج ومستوى التوظيف أو الاستثمار ثم الخاتمة العامة التي هي تتركز حول نهاية رهانات البحث العلمي. فاعتبرنا أن هذا الموضوع في رؤاه في منهجيته هو عبارة عن آلة ديسبوزيتيف يتكون من دخل input ومن خرج output. وهذا الجهاز واصف أو هذا الجهاز تحليلي الذي نتوسل إليه باعتبارنا محللين أو واصفين أو دارسين أو أننا في مختبر نقدم إزاء هذه العناصر ما هو مطلوب منا من دخله إلى خرجه. هذا التحليل طبعا يطرح إشكال المستويات في لغة البحث العلمي وسبق لنا أن أشرنا إلى أن هذه أو الناحية المنهجية في هذا الموضوع يتعلق بلغة البحث أو لعلها لغات كما سمعنا لغات مصادر المعلومة لغات الإنساق فكرية
لغات المذاهب والمصطلحات، ثم لغات تشخيصية دياغنوستيك، ولغات إحالية أو استكشافية، ولغات التعيين الفعلي للمعطيات المتنوعة. طبعا لا يجب أن يحمل اللفظ لفظ لغات بلفظ على غرار لفظ لونك، لغات بمعنى ميتافوريك استعاري للطرق والتقنيات. هذا الوصف لهذه اللغات يؤدي إلى إنشاء ما يسمى بالأنساق الفكرية النظرية التي سوف نراها تتوحد في الغاية الجامعة لأهدافها التنموية. طبعا جانب آخر يتعلق بالمصطلح كذلك هو البحث العلمي ككل، وما يشير إليه البحث العلمي من طرائق وأساليب ومفاهيم وإجرائيات ملموسة وخطاطات سكيمة جيم، بل ومناورات أو استراتيجيات أو تكتيكات. إنه في بعض الأحيان لا مقطب للوصول إلى النتيجة، كل المراحل يمكن استغناء المراحل من المراحل الأساسية في البحث العلمي. لذلك وصلنا بعض الطرق لكونها مناورات. وصياغا لفهم وأشكالا وصورا، فضلا عن كونها أو كون البحث العلمي عبارة عن نظريات وفروض وإشكالات ومبادئ ومجالات إلى غير ذلك. وإذا يحيل مصطلح اللغات عبر هذه العناصر المتداخلة السابقة المرتبطة بعملية البناء المعرفي على هذه الأشياء أو على هذه العناصر المتفاعلة فيما بينها، وذلك عندما تتجاوز حدودها النظرية إلى حدود عملية الاستثمار. فطبعا هناك جهاز يتكون من دخل وخرج، فكيف تتبرر عناصر هذا الجهاز بالتفصيل؟ مستوى الدخل وهو مستوى يتشكل من مرحلة أساسية في كل عملية معرفية، إما مرحلة بنائية أو مرحلة تقويمية أو مرحلة نقدية. والعلم أيضا من سماته الأساسية أنه معرفة نقدية، وهو بالإضافة لهذا المكون الدخل يتمتع أو يوصف بكونه ذا مصداقية منهجية، وكلما كان الدخل له مصداقية منهجية كلما في الوصف المعرفي مختلف المشارب في العلوم الإنسانية والاجتماعية في اللسانيات في مثل ذلك، هذا سنحتاج كثير وينقصنا بالدرجة الأولى هنا. كل عملية
المحسية نعوم منها بناء أولا إما بناء المعرفة إيجاد المعرفة وفق بنية سكتور معرفة بحثية معرفة في الميدان معرفة لها أشكال ولا كذلك لذلك نريد أن نحصل عليها هذا تسمى البناء بناء المعرفة والمعرفة لا تختص فقط ليس لها طبعا ميدان خاص فمعرفة بمعنى العام كوغنيسيون سافوار سافوار فير إلى غير ذلك بناء تجربة معرفية جديدة أو إعادة بناء ما بني من قبل أو إعادة النظر فيما بني أو إعادة إنشاء متوصف جديد معرفي جديد متوصف جديد التي تتعلق هذه المعرفة بإحداث تغييرات أو بتغذية الفكرية في الباب التغذية الفكرية المعرفية ليس مفهوم الكوجنيتيفيست ولكن مفهوم عام فيها اكتساب فيها أشياء كثيرة تهم جانب المنطقي أو أنطولوجية الكائن المعرفي للدرجة الأولى وبدلوا طبعا في هذا الميدان أن تتفعموا أو تتوسعوا إلى في هذه المعارف باللغة المنطقية أو الإبستيمولوجيا المنطقية بينج إبستيمولوجيا وربما هذا أيضا يؤدي إلى التأثير في مجتمع المعرفة هذا المجتمع طبيعة الحال الذي هو الآن يتنافس عليه المتنافسون في ميدان الإنتاج إنتاج معارف إيجاد مخاطبة المجتمع المعرفي في العالم طبعا هذا المجتمع المعرفي له عناصر صيغها أو تتناول الكاتب البشري من أشروك في حاله ومن آله كما أشر إذا سنتناول مستوى لغات المداخل لغات مصادر المعلومة وعناصر اللغة التفاعلية طبعا لغات المداخل لغات المداخل يعني اللغات التي هي مصدر معلومة في علاقة بيني وبين المعلومة وفق شبكة معرفية معينة طبعا سواء كان مصدرها موضوعيا او كذاتي سواء كان مصدرها عالم الاشياء لشخص لزوج او عالم ذاتي اوبجيكتيفيتي سوبجيكتيفيتي جانب ذاتي عالم الشارع عالم التخيل عالم الاعتقاد عالم التفكير الى غير ذلك عوالم سواء كان عوالم موجودة أو عوالم ممكنة لمون بوسيبل أو عوالم مؤلم مو مفترضة أو عوالم إبداع عوالم إبداع في اللغة اليوم هذه العوالم لها طبعا أدوات إجراءات استدلالية
تفاعلية ترابطية تحليلية تركيبية، كل هذه الأشياء توجد في هذه العوامل في لغتي المداخل. الآن نركز على مصادر، بعض المصادر المعروفة بالنسبة لي. اللغات الطبيعية الإنسانية، لما نقول اللغات الطبيعية الإنسانية بكل ما تحمل بكل تجلياتها، بكل تجلياتها بكل مراملها، وتنطبق حتى الجانب الاجتماعي فيها. هل الوسيلة التي تنقل بها المضامين أو التواصل والاتصال من اللغة الطبيعية؟ في اللغة الطبيعية دوال سيجنون مفهوم واسع، فقط يمكن أن تكون هناك مباني، نسميها مباني نساء المعاني. فكلمة دوال بالفهم لغوي عربي قديم لعبنا لمن سينا وغيره، وما تنقله من معلومات مدلولات ومضامين في صلب عملية الإمداد المعرفي، الإمداد المعرفي التوجه العملي في كل لغة، في كل بحث، في كل جهة من جهات البحث أصلي، في لغة البحث العلمي أساسا. الصور، الصور اللغات السورية أو الاصطناعية artificial التي تسعى إلى النمذجة بقوالبها بأشكالها الصورية، أو اللغات الصورية بصفة عامة. يمكن أن نعطي أمثلة مثل لغات المنطق، لغات الرياضيات، لغات الحاسوب، تندرج كلها في اللغات الصورية بصفة خاصة، رغم أن بعضها يستعمل لغات طبيعية. منطق الرمزي مثلا نجد فيه يستعمل اللغة الطبيعية، والرياضيات لغة الرياضيات أو معجم الرياضيات بالإكسيك وبالإكسيك، هي اللغة العالمة التي تغزو المجالات الصورية والمجالات الإنسان، المجالات الطبيعية التي تصبح صورية، أو تصور المجالات الطبيعية الإنسانية صورنة بلغة رياضية منطقية حاسوبية. في الحاسوب طبعا أصبح طبعا بتكوينه البرمجي ولا التقني يحتوي على لغة طبيعية بجانب لغة صورية. في الورقة الحوسبية سواء كانت البروغرام ولا البروغراماسيون أو اللوجيسيالات وغيرها، أو حينما يتجلى في الحاسوب تتجلى أو ما يسمى بمان ماشين، إنسان الآلة في حاسوب بلغته وباستعمالاته. أما اللغات التفاعلية فهي لغات غير ملموسة كاللغات الطبيعية واللغات الصورية، فهي تتم على مستوى مجرد دلالة الأساسية للوصف تاع
تقوم على هذا الجهد. ومن جملتها نقطات فكرية، طبعا سواء كنا مع الفكريين سواء كنا مع الكوغنيتيفيست أو كنا مع التوليديين أو ما شكل ذلك. الأنساخ الفكرية جملة من صور مجردة التي نجد من خلالها هذا المقوم الذي ينسب للفكر، فنقول النساق الفكري. سيستم ديسبري. فجملة من العمليات التي تتم داخل النساق الفكري. ولا ترتبط بها لغات كثيرة، منها لغات الربط والتحليل والتركيب وغيرها من المقاربات والتوجهات البرهانية والحجاجية والاستدلالية وما إلى ذلك. ومن جملتها لغة الربط والترابط والارتباط، أو يمكن أن نجمعها في مصطلح الروابط اللغوية التي تتجلى فيها تلك العلاقات. طبعا منطقي التعابير اللغويه الطبيعيه والصوريه على حد سواء، يمكن ترابط الكونيكتور في اللغات الطبيعيه وطبيعه الحال سواء في اللغات الطبيعيه ذوات العاطف ذوات الوصل والفصل التلازم الشرط ادوات الشروط ادوات الى غير ذلك. تدرس ذلك ولات علاقه منطقيه في تصاحبها. مجال اخر الذي نراه هو مجال التحليل الاناليز، التحليل له لغه، وغالبا ما يدرس التحليل في المنطق عندما تأخذ موضوع للبحث فهل تحللها أو تركبها حسب المنهجية التي تؤمن بها. فهو لا يعطي شيء جديد ولكنه أساس لعملية الدوران حول بؤرة التحليل، بينما التركيب إضافة شيء جديد سنتاز. فالتركيب له لغة كذلك أو لغات حسب الأشكال، أشكال التركيب. طبعا هذا يمكن أن يطرح التحليل التركيب في صلب المناهج في صلب الأبحاث لا المنطقية ولا في البحث كيف ما كان نوع البحث. ثالثا هو اللغات التفاعلية تنظير وتشكيل، نجد فيه لغة الافتراض والفرض ووضع الفروض. وطبعا هذه اللغة ترتبط بالمعطيات ما قبلية للجهاز، جهاز البحث خصوصا في مستوى الدخل. فلغة الافتراض أساس كل إبداع في الأبحاث العلمية التي وراءها نساق فكرية في طريق الأمثلة. يرتبط باللغة التفاعلية لغة الحسبان الكالكول، ونمارس الحسبان
في حياتنا وفي لغاتنا وفي تصرفنا وفي التواصل وفي تواصل. حسنين الدلالي والتركيبي. حسنين الدلالي صباح الله الحال عندما نرى مثلا جملة تتكلم فيها الفاعل المفعول تتحصل الدلالة الكلية من إضافة من جماع من تجميع صوف. فهناك مصطلح آخر هو تجميع سمشي من حساب الدلالة الأولى والدلالة الثانية والدلالة الثالثة. هناك تجميع كذلك وجه دلالي تركيبي يدخل في صميم اللغات التفاعلية التي لا نلمس إلا أثرها بالسلبي أو بالقبول أو ما شكل ذلك في التواصل العادي أو في الكتابة أو ما شكل ذلك. فلها وجود قوي وحضور فعلي في كل عمل استخلاص أو نتيجة ما فيه مثل من هالف. لغة البنيانة فعندنا قلنا سابقا هناك بناء. البحث العلمي هو عبارة عن بناء على نمارس هذه البنيانة. لا بالمفهوم البنيوي ولكن بالمفهوم مسبق رياضي منطقي. طبعا هناك اشكال لهذه البنيانة، هناك طبعا جداول، هناك صورانات، رسومات بيانية، صور شكلية، اشكال رمزية الى غير ذلك. لغة الفهم والصورانة. طبعا المفاهيم والتصورات اشكال ما ورائية مجردة سابقة عن الدوال وجود معادلة. والمفهمة والصورانة نوع من الوعي، نوع من الوجود الحتمي للكائن المعرفي. يمارس المفهمة ويمارس الصورانة ويستطيع فكر الإنسان أو جهازه المفهومي عبور الفهم يمارس المفهمة والصورانة والكلام الممرة والليل طرد حال يمارس البنيانة للدلالة المفهمة. هذا شكل آخر من أشكال الإنتاج المعرفي. طبعا هناك مفهمة أشكال مفهمة كثيرة منها وحدات دلالية بل ناخذ جانب الدلالي كلاسيفيكاسيون هذا وحدات دلالية صغرى نطلق عليها المونيمات أو الليكسيمات أو أصغر شكل دال دلالي لسان الذي ترجم بالمعنى كما سمى سعيد مراد أستاذ سعيد مراد سان معنى أو مدلة. وهذه الميم هي إن بعد تأويلها وإعطاء من لها. طبعا مفاهيم تصور تصورات داخلية. المفاهيم هي تصورات داخلية كما في ديالوجستيك في تحليل للمفاهيم مثلا كلمة رجل هكذا تكون رجل وعن رجل يتكلم مو مونيم أو مفهوم مارتيني مونيم مارتيني صحيح مونيم. يتكون هذا المفهوم من سمات ديستنكتيف سمات جزيئيات المعنى
اسم واسم ذكر زائد راشد زائد يمشي زائد يحصى زائد الى اخره. فنحن نجمع هذه السمات للانتاج، نجمعها بطرق داخليه. وقال هذه الطرق الداخليه التي تكون عن طريق الحدس الداخلي، طريق ميكانيزم داخلي، الآليات الداخلية في التوليف، وجمع السينمات فيما بينها لإنتاج مداليل أو مدلول أو معناه أو مشاكل في علم الدلالة. آخر صياغة الاصطلاح، طبعا المصطلح هي مصطلحات لغة في حد ذاتها، لغة ذات فرعين، فرع ينتمي إلى اللغة الطبيعية وفرع ينتسب إلى اللغة الصورية أو الرمزية. طبعا اللغة الطبيعية بها نصوغ اللفظ أو المصطلح، واللغة الصورية بها نجرد هذا المصطلح في خانته الأدائية أو في البرفورمانس في إنجازاته أو إنجازياته. فهما كذلك الفرعان متلازمان ليشيران إلى معنيين، معنى الإحالية الإحالة تحيل على المصطلح يحيل إلى أو على، والمصطلح تمثيلية ريبريزونتاتيف يمثل، والمصطلحات كلها تمثيلية بحسب مياتينها الإنسانية والاجتماعية أو بحسب مياتين العلوم الصلبة أو العلوم الآداب العلوم إلى غير ذلك. مستوى الخرج الآن تمنى مستوى الدخل، كل هذا يتعلق بمستوى الدخل. مستوى الخرج، الخرج هو الوجه الأمامي للبحث العلمي، الوجه الأمامي، الوجه المتصفح، الوجه الذي تتجلى فيه المعطيات السابقة عن كثب، نلمسها عن كثب في اللغات الوصفة أو في اللغات الحالية والاستكشافية إلى آخره. في اللغات الوصفة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، في العلوم الذاتية والعلوم الصلبة، وفي اللغات الحالية والاستكشافية إلى آخره، عندما تتجلى تجليات اللغات الطبيعية والصورية كذلك. اللغات الوصفة عامة في البحث العلمي يجبنا أن نشير إلى الوصفة، ليس معناها ديسكريبتيف، لا نعني بها النوع الذي أشار إليه شومسكي بمفاهيم الكفاية الملاحظية والكفاية الوصفية والكفاية انتربريتاتيف، الديكواسيون اوبسيرفاسيونيل، الديكواسيون ديسكريبتيف، الديكواسيون انتربريتاتيف في الأنحاء، الأنحاء الخاصة والأنحاء العامة والأنحاء الكلية. بل هذه اللغة الواصفة نحمل هذا المصطلح مضامين سنشير إليها في الأخير أكثر شمولا وأكثر بعدا من الأبعاد لديمونسيون. إذا كان أكثر من 3 ديمونسيون يمكن أن تكون اللغة حمالة لهذه الأبعاد.
اللغة الوصفة هنا تكون قريبة للغة الرياضيات، أي أن يكون لها تعبير واضح، تعبير واضح. نريد أن نترجمه إلى المترجم، تعبير والإكسبرسيون شيء واضح إكسبليسيت، وضوح الدلالة، وضوح الرياضة إكسبليسيت في مقابل إمبليسيت مضمار. اللغة الواصفة تسعى إلى أن تكون لغة واضحة إكسبليسيت، واحد زائد واحد يساوي جوج. طبعا لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير إلا ما كان من صوابها، ولا تحتاج لأغالية البرهان ديمونستراسيون أو أغالية الاستدلال وما إلى ذلك. فاللغة الإنسانية واللغة الاجتماعية لغات مزدوجة، فهي لغة طبيعية ولغة صورية في نفس الوقت. طبيعية بحكم دوالها الطبيعية وتعابيرها الأدائية، ولغات صورية بحكم إجراءاتها الواصفة. وتتميز اللغات الواصفة بما يلي: طبعا بكونها حمالة لمضامين إنسانية، وإن كان لها قوانين صور ودوابية حمالة لمضامين إنسانية. دوال مفهومة، بكونها دوال مفهومة دلالية ودوال متغيرة نسقية، دوال متغيرة نسقية كاين فاريابل و ان فاريابل، ان فاريابل هي الأولى مفهومة دلالية متغيرة نسقية في الميادين. كان الواو، واو العطف في اللغة العربية، إذا أردنا أن نوصل واو العطف عند المغني ولا عند علماء البيان ولا المفسرين، فنجد له وضعا تتجلى في كون الواو أحيانا لغوية. تعرفون المناقشة التي وقعت بين ابن يونس وأبي سعيد السرافي الشريف، ابن يونس المنطقي وأبي سعيد السرافي النحوي في معنى الواو في اللغة العربية، في اللسان اللغوي العربي وما تحمله من ذلك. هذا بعض النتائج. أقول لكم في البداية أنها يحتاج هذا الشيء إلى هذا التحليل إلى أمثلة، إلى مجموعة من الأمثلة واستشهادات. كذلك اللغة الواصفة هي لغات على لغات، هذا هو الميتالون من اللغات على لغات، اللغة الواصفة. وقابلة للحوسبة، حاليا الآن الحوسبة غزت كل شيء، حتى العلوم التي نعتبرها لا تدخلها الحوسبة أصبحت تدخلها الحوسبة، أو نجردها من طابع الحوسبي أصبحت محوسبة أو تدخل في نظام الحوسبي أو استخدام الحوسبي أو داخل السياقة الحاسوبية. اللغات الواصفة كذلك في العلوم الحداء والأصيلة من خصائصها هي تنحدر من علوم تجريبية وما شابه العلوم التجريبية،
إنها بها قوالب صورية ومكونات رمزية، ولذلك هنا أشجعكم على المنطق، على دراسة لغة المنطق واللسانيين واللسانيون الذين يدرسون اللغات الطبيعية بدون أدوات المنطق لا يستفيدون كثيرا. قارنا للعد والإحصاء والحساب وتجميع الخصائص الدلالية التي أشرنا إليها، لا تحتمل التأويل ولا التوليد إلا ما كان من صلب خصائصها ومجالها، يمكن استغلالها حسويا في طلب برمجة أو برامج والأنساق الخبيرة بسيستم إكسبير لدرجة تاريخ المندجات في الأنحاء أو النماذج اللسانية المعاصرة بعض الاتجاهات المعاصرة مثل اتجاه التوزيعي واتجاه التأليفي لا جرامير كومبيناتوار موريس غروس ميثودولوجي سانتاكس لاستخلاص البناء ترانزيتيف يا ترانزيتيف في اللغة العربية المتعدية واللازمة وما إلى ذلك عن طريق النتجة الحسوية أو عن طريق النسق الخبير، بل النسق الخبير الآن بدأ تغزو طيب تغزو علم النفس ديداكتيك اللغات. نريد أن ندرس هذا هذه المهارة مثل ما يفعل أصحاب السيرك الشمبانزي يؤدي مهارة لغوية والروبو وما شابه ذلك، يلتجئون إلى الأنساق الخبيرة التي هي وليدة تفاعل ما بين العلوم البحثة العلوم الصلبة والخصائص الطبيعية الإنسانية. لغات أخرى في تتعلق بالإحالية والاستكشاف هي الديسكوفري لانجويج والجريدية وما إلى ذلك، تعطي لنا وجوه أخرى تجليات أخرى لما سبق، تجليات اللغة المكتوبة، اللغة العربية، اللغة الطبيعية هل هي مكتوبة أو هي شفوية أو هي مكتوبة أو مطروعة. وأنتم تعلمون أن الكتابة جاءت لتنوب عن الغياب إن أبسانسيا، لتنوب عن الغياب، وعندما تحضر الكتابة تتعلق القراءة، تأتي القراءة المضمون بصرا وخطا. اللغات الشفوية كذلك وجه آخر من اللغات الشفوية واللغات المسموعة، يسمى فقط المنطق لوراليتي، فيه مسموع وفيه المنطق. طبعا هذا في الزمان والمكان وما إلى ذلك، هناك من درس هذا الجانب دراسة علمية في هذا الصراع. لغات أخرى أعطت أكلها اللغة الإشارية بلونكسين لغات صوم البكم لغة جستير من هذا عندنا من صميم تفكير اللسان العربي القديم المعرفي القديم، ورد عند ابن جني في الخصائص أنا لا أحسن أن أكلم إنسانا في الظلمة لا أحسن أن أكلم إنسان في الظلمة. لماذا أشار إلى
طريقة الأداء يستسلم الشم حركات وما إلى ذلك جيستيون الفورم للانجوج اللغة. فلغة الحركة اليمين الميمية مصرح مصرح أستاذ العصر عندهم ما يقول فعلا واللمس تاكتيك منذ وعلي براي وفين وغاد براي وما إلى ذلك أعطت أبزاها والحركات الرقص وحركات الموسيقى حركات الجسد الموسيقى الحركات الميمية وغير ذلك. ثم هناك لغات تشريد وتحييد وهذا ملمح آخر وخصائص أخرى. هذه اللغات ليس لها إلا تأويل واحد وأنها تسعى إلى خلق آليات واصفة وأنها تنحو نحو التجريب ممكن من خلال التجريب من خلال الملاحظة من خلال التنبؤ بظواهره بظواهر هذه اللغات ممكن تقيسها من القياس ممكن نموذجتها من نموذج وكل بحث علمي سار على هذه الخطة المنهجية إلا وكان مثالا يقتدى به أو كان مثالا للسيران وكتب له الرواج لذلك فإن النماذج الفعلية النماذج الفعلية في العالم الغربي مرتبطة بمختبرات تتوخى مثل هذه المعينة هذا الخصائص. ثالث المراحل ثالث الأداء في مستوى التوظيف أو الاستثمار نحو بناء المعرفة العلمية واستغلالها واستغلال نتائجها سواء في الميدان النظري أو التنظيري أو في الميدان التجريبي التطبيقي أو في ميدان التنمية الشاملة. طبعا في الميدان النظري التنظيري أشرنا إلى هذا إلى الخصائص السابقة. في الميدان التجريبي طبعا ليس كل طوال يمكن أن نقول إن بعض الخصائص التي تنتمي أو تنتسب إلى اللغات الطبيعية التي تأبى طبعا التجريب ولكن إذا رأينا أن العلوم الإنسانية قد غدا بعضها أكثر تجريبية من العلوم التجريبية نفسها امثلة اللسانيات اللسانيات الآن لها مختبرات مختبرات في المختلف مختلف الكليات التي أو الجامعات التي تؤمن بالبحث العلمي وبتطويره إلى ذلك وتعمل هذه المختبرات على بلورة تفاعل كبير بين اللغة الطبيعية واللغة السورية فأصبحت العلوم الإنسانية أكثر اختبارا وأكثر تجريبية من العلوم التجريبية نفسها علوم اللسان والمجتمع والحضارة وغيرها. الميدان التنمية الشاملة قلت التنمية الشاملة دون نخصص يسعى البحث العلمي المعاصر وبالخصوص في دول تولي أهمية بالغة إلى أن يغطي سائر ميادين الحياة خاصة اجتماعية واقتصادية وما إلى ذلك ولأجل ذلك تحقق هدف
أن يمتاز البحث العلمي بالجدة والجدية والجدوى. ثلاثة أشياء صعوبة في هذا الإطار. إن مطلب الحياة اليوم تدعو الباحثين خصوصا إلى أن ينجزوا أبحاث مفيدة لخدمة مجتمعاتهم والرفع من مستواها الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي وغيرها من المجالات الحيوية. ولهذا كان ارتباط البحث العلمي بالتنمية الشاملة ارتباطا عضويا تمليه علينا الحاجة والتوجه الاجتماعي لخدمة مجتمعنا ووطننا عامة. ومن الطبيعي أن تتوج بعض اللقاءات مثل هذا اللقاء المفيد بمجموعة من الملاحظات والتوصيات والاقتراحات التي تصب في تطوير البحث العلمي عموديا وأفقيا لصالح القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية وغيرها. بطبيعة الحال لصالح التنمية الفعلية عموما في وطننا العزيز. والله نسأل التوفيق والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الأستاذ المحترم على هذا الدرس الجيد. طبعا لن أعيد عليكم ما قاله حتى لا يكون فهمي وسيطا مشوشا وربما محرفا. أترك المجال بينكم لتستزيدوا أو تستوضحوا الكلمة للحضور الكريم. فتفضلوا. في بداية الأمر نشكر الأستاذ الفاضل بن عيسى أزي على ما قدمه لنا في هذه الندوة العلمية. وأشكر كذلك السادة الأساتذة الذين سيرعنا على إعداد هذه الندوة الافتتاحية التي صراحة استفدنا منها الكثير. وكما كما أشكر الطلبة الكرام الذين لبوا الدعوة على الحضور. كي لا أطيل مداخلتي عبارة عن سؤال، وهو ذكر الأستاذ في ورقته أن اللغات الواصفة هي لغة على لغة، فهل يمكن توضيح في هذه المسألة؟ وسؤال آخر، ذكرت في الورقة مفهوم النندجة، اطلعت على بعض الكتب التي تصف في إطار العلوم المعرفية، صادفت مفهوم البراديغم، فهل يمكن ربط مفهوم البراديغم كمفهوم مرتبط أشد الارتباط بمفهوم النندجة؟ شكرا. أولا الشكر موصول للأستاذ كريم على المحاضرة التي استمتعنا ونحن نستمع إليها. مداخلتي على شكل سؤال الذي هو كالتالي: إلى أي حد يمكن الحديث عن البحث العلمي في إطار اللغة العربية؟ أو بمعنى آخر، حديثنا عن البحث العلمي بحديثنا عن البحث العلمي نحن نتحدث عن مفاهيم. إذن كيف مفاهيم إلى جانب منهج وغير ذلك؟ إذن كيف يمكن أن نبلور هذا البحث العلمي بشكل ناجح بالنظر أن نأخذ بوجه النظر طبيعة الحال الفوضى الاصطلاحية التي نعيشها في الوطن العربي، ونحن نحتاج في هذا البحث العلمي للدقة في المصطلح؟ كيف نحاول أن نحد من هذه المفارقة؟ شكرا. تفضل حسنة. طبعا القائمة ما زالت مفتوحة لمن شاء أن يتدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة الحاضرين في هذا الملتقى العلمي الذي استفدنا فيه كثيرا.
أستاذي، لدي مداخلة حول سؤال طرحته لم أفهم، وهو كالتالي: لغة الافتراض أساس كل إبداع. أرجو أستاذي أن توضح لي هذه الفكرة وشكرا. شكرا. تفضل جهاد. السلام عليكم. بداية سعداء جدا ببعث من جديد بهذا اللقاء بهذا الأستاذ القدير. لدي سؤال: فعندما نتحدث عن لغة واضحة في اللغات الطبيعية، كأننا ننزع عن اللغات الطبيعية صفة الغموض، وهذه الصفة التي لا يمكن أن نعتبرها صفة فضحية بقدر ما هي صفة أو مزية في اللغات الطبيعية. فإلى أي حد يمكننا ادعاء وضوحية اللغة الطبيعية بمجرد التوسل بلغة الرياضيات؟ وهل فعلا حدثت المشاكل اللغوية بمجرد صورة اللغة الطبيعية؟ شكرا. شكرا جزيلا. أولاً أشكر الأستاذ على هذه المحاضرة القيمة، رغم أنها جاءت مكتفة بمجموعة من المصطلحات التي تحتاج إلى مجموعة من الشروحات بالنسبة إلينا كمبتدئين في البحث. بالنسبة لسؤالي أو سؤالين، السؤال الأول هو: انطلاقا من قراءاتي المتواضعة بالنسبة للمسار اللسانية، توجدت بأن مجموعة المدارس ربما اللسانية التي توخت البحث العلمي في أو مقاربة اللغة انطلاقا من منهجية البحث العلمي باءت بالفشل، وعلى ذلك بنيات بنيوية، بؤس البنيوية ككتاب، دليل على أن البحث العلمي أو لغة البحث العلمي في مقاربة الظاهرة الإنسانية ربما تحتاج إلى إعادة نظر. أما بالنسبة للسؤال الثاني، واللغة علاقة البحث العلمي باللغة العربية، هناك من يدعي أن اللغة العربية لغة ليست لغة البحث العلمي، دليل على كثرة الترجمات، وربما أننا نتحدث يعني ربما مجموعة من الكلمات الأجنبية التي، هل هذا راجع بالأساس إلى جهاز مفهومي غير قادر على توصيف يعني اللغة أو توصيف يعني لا 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 القصول من الجهاز المفهومي كما قلت ليندرج في إطار لغة البحث العلمي، أم لأسباب أخرى ربما ترتبط بأشياء غير معروفة؟ كذلك إشكالية أخرى، إشكاليات يعني البحث العلمي وعلاقته بالتيمة الأساسية التي طرحت منذ القدم، إشكالية الموضوعية الذاتية، ما محل ذات الكاتب أو ذات الباحث في ظل اعتماد لغة البحث العلمي التي تعتبر لغة نوعا ما محايدة؟ وشكرا. شكرا. يمكن من الأستاذ كي يتفاعل مع هذه الأسئلة. شكرا لإخوة الطلبة على تفهمهم وعلى استفساراتهم وعلى تساؤلهم بالنسبة لقضايا أثارت اهتمامهم. المتدخل الأول وجانب قلت جانب اصطلاحي هو مثار الخطأ في الإدراك والاستدراك. كلما وقع خلط أو وقع اشتباه في الصورة المصطلحية، كلما وقعنا في غموض سنعود للغموض. المصطلح مثلا لغة على لغة هي محاولة ترجمة من طلب لغة على لغة من طلب. طبعا أمامك شخصان يتحدثان مثلا في الديالوجي الحوارية، شخصان يتحدثان يتهامسان يتناجيان، يمكن في البيت والنهار وغيرهم، الثالث يراقبهم ويكتب عنهما، يراقبهما ويكتب عنهما، ماذا يفعل هؤلاء؟
ماذا يفعلان؟ ماذا؟ كيف يتكلم؟ كيف؟ اللغة الثالث هي لغة على لغة. المفهوم واضح. اللغة مترجم نقول تعلق، لغة تعلق على لغة. مجموعة من القواعد العلمية في النحو العربي مثلا هي لغة على لغة، لأنه أخذت لغة الأعراب، اللغة الخطاب اللغوي العربي في الجزيرة العربية. لاحظت تأسيس تاريخ النحو العربي وقواعده وتقعيده النحاة للظواهر النحوية تجدونها تنطلق من لغة إلى لغة. أظن والذي يفرض من هذا التعبير لغة على لغة يستعمل نظام، نظام أو لغة الواصفة. أستاذ الباهي، شنو كيف يقول أستاذ الباهي صاحب المنطق؟ اللغة الشيئية أو ما شابه ذلك. اللغة موضوع اللغة الشيء. أشار المتدخل الأول وشكر له على النموذج باراديغما نموذج. نحن لا نقول نموذج، نقول نموذج موديليزاسيون دو زيش أو النموذج أو فالنموذج عمل فكري طريقه من نموذج، طريقه من النموذج أو مجموعة من النماذج تخرج منها نموذجات، فهو عمل ثاني. فيجب طبعا هنا دائما نقترح، دائما نتشبث بسريان المصطلح العربي. هذا إشكال كثير من الشرق والغرب وداخل طبيعة الحال. لا نريد أن نشير إلى بعض الأشخاص الذين أعجبتهم ترجمة بعض المصطلحات بألفاظ اختاروها ويستعملونها على الدوام ويحبذونها. نحن في الميدان العلمي الذي له مواصفات وله مؤتمرات خاصة بالترجمة، خاصة بالمصطلح، حتى المصطلح المترجم في السلوادي، حتى المصطلح المترجم نحاول أن يكون معمما. فعندما أقول استركتيراليزمية بنيوية لا أقول هيكلية كما يقول التونسي وهلو مجرم. فالمؤتمرات كثيرة وما قام به معهد تعريب مكتب التعريب بالرباط الذي هو مكتب العالم العربي من قواميس ومن ترجمات في سائر العقول المعرفية دليل على هذا الهم، هذا الهم الذي نحتاج إلى توحيده. ولكن عندما نشارك في مؤتمر ما خارج الوطن، خارج طبعا مؤتمر يتحدث الناس به بالفرنسية والإنجليزية مثلا، ونسمع مصطلحات طبعا وقع عليها الاتفاق بالنسبة للأمم الغرب خصوصا مصطلحات الإنجليزية الفرنسية الفرنكوفونية والأنجلوساكسونية إلى آخره. هنا نقيس ذلك الإكراه ونعود إلى استرجاع، إلى استدراك ما كان مننا طبعا من خصاص في هذا الميدان من اتفاق الواجب. فهو مشكل عام بطبيعة
القلب في الترجمة العربية كقول. السؤال الثاني أو التدخل الثاني هو المعروف الفوضى المصطلحية بالنسبة للغة العربية. لغة الافتراض أستاذة حسناء أساس كل إبداع. الفرض والافتراض، افتراض يعني طبيعي بالتخيل، التخيل أو الطاقة التخيلية في النحو الوظيفي تؤدي إلى إبداع الطاقة الشعرية. فالافتراض هنا هو إنشاء عوالم يفترضها المبدع، عوالم تكون واقعية أو ماشي واقعية، المهم نعم. حتى بالنسبة للغة العادية، الطفل الصغير عندما تأتي له ب إما حسب السن مثلا 3 سنوات فما فوق وخمس سنوات يستعمل كلمات بيئته، تأتي له بكلمات من طرف مرحلة الروم مثلا فيسبقها في تركيبه، كما تأتي له بلعب فيركبها. فهذا النوع من العمل فيه مخيلته تعمل، ميكانيزم داخلي يعمل. فالافتراض سواء كان طابعه طابعا أدبيا كما عند الشعراء، أو كان طابعه طابعا عاديا تواصليا، فإنه يقوم على افتراض عوالم، على افتراض علاقات. حتى أننا عندما ننشئ خطاط تواصل غادي ندوز هنا غادي ندوز الجهة من هنا غادي نوصل للجهة غادي ندور على الجهة، فهذا يتم داخلي قبل أن أمر إلى المرحلة الفعلية. ذلك الموجود بالقوة، والافتراض هو نمط يجانس الكائن المعرفي الإنساني. قضية الجهال، أستاذ الجهال، الغموض وتجنب الغموض في لغة الرياضيات والأمبيغويتي، الآن أصبح تدرس الأمبيغويتي، وأنتم تعلمون في النحو التوريدي أن النموذج الأول، نموذج البنية التركيبية الذي ظهر سنة 1957 أدى إلى ظهور نموذج ثاني الذي هو نظري المعيار 1957 إلى 65. سببه وجود تراكيب لغوية لا في الإنجليزية فما عند شومسكي بل في لغات أخرى طبيعية تحمل غموضا في التركيب، تحمل غموضا في التركيب. هذا الغموض موجود في لغات الإنسانية، ولكن بدأ الإنسانيون يبحثون في هذا التركيب، في هذا الغموض، ما سببه هذا الغموض؟ هل الدلالة أم البنيات طبيعية أم طرق تفكير أو ما شكل ذلك، أم الجوانب النفسية أو جوانب الحياة أو ما شكل ذلك. بينما لغات الرياضيات خضعت أشواط كثيرة بطبيعة الحال هي كما قلت اللغة العالمة. السي حفيظ
العلاقة العربية بالبحث العلمي إنها العلاقة هي تتجلى في الجهاز المفهومي أم في لغة البحث؟ أين تتجلى في الجهاز المفهومي أو لغة البحث العلمي؟ أو كيف يمكن أن تكون لغة البحث العلمي في هذا الإطار؟ طبعا ما هو متداول الآن في التأليف العربي طبعا لم يصل بعد إلى مستوى أكثر رفعة مما نتمنى، لأننا محتاجون إلى دراسات اجتماعية وسوسيو ثقافية واجتماعات لسانية ودراسات لسانية وسوسيو لسانية، وأنتم كطلبة في طريق إدراك مسار البحث العلمي، وهذا الدرس الافتتاحي الذي نشكر فيه السيد العميد والقائمون والصانعون له بمزيد من الاحترام، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في أعمالكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.